أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2/7/2024. دولار أمريكي، سجل الدولار الأمريكي سعر 48 جنيه و12 قرش للشراء، 48 جنيه و22 قرش للبيع. اليورو، سجل اليورو سعر 51 جنيه و58 قرش للشراء، 51 جنيه و69 قرش للبيع. جنيه استرليني، سجل جنيه الاسترليني سعر 60 جنيه 85 قرش للشراء، 60 جنيه 99 قرش للبيع. فرنك سويسري، سجل الفرنك السويسري سعر 53 جنيه 23 قرش للشراء، 53 جنيه 37 قرش للبيع. 100 ين ياباني، سجل 100 ين ياباني سعر 29 جنيه 77 قرش للشراء، 29 جنيه 83 قرش للبيع. ريال سعودي، سجل الريال السعودي سعر 12 جنيه 82 قرش للشراء، 12 جنيه 85 قرش للبيع. دينار كويتي، سجل الدينار الكويتي سعر 156 جنيه 93 قرش للشراء، 157 جنيه 31 قرش للبيع. درهم إماراتي، سجل الدرهم الإماراتي سعر 13 جنيه و10 قروش للشراء، 13 جنيه و12 قرش للبيع. اليوان الصيني، سجل اليوان الصيني سعر 6 جنيه 61 قرش للشراء، 6 جنيه 63 قرش للبيع. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.